السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا بكم. نتسناو دخول الضيف معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ علي، شخباركم؟ الحمد لله، لا باس عليك، كي داير؟ الحمد لله، الله يسلمك. الحمد لله. ايش كتعاود؟ اول شيء شكرا جزيلا لقبول الدعوه. احنا المفروض هذا اللايف كان من زمان مخططين له، بس سبحان الله قدر الله انه يعني يكون هذا اللايف وقت ربما الناس محتاجاه اكثر. نعم والله، تشريف سبا، تشريف سبا فاطمه. ثواني بس، نعم. ارفع شويه الكاميرا عشان يطلع وجهي. اوكي، سمحي لي شويه، ثواني بس كذا، اعتقد احسن. لا كذا زين، يلا كذا افضل، صح؟ افضل، صح، افضل. ارفع شويه بس سنه واحده، ارفع سنه واحده بعد اذنك. اوكي، بالنسبه للناس اللي التحقوا بنا اليوم، معنا الاستاذ علي سليماني. هو مدرب ورائد اعمال من سلطنه عمان، وحنا المفروض كان لازم يعني يكونوا لايفات من زمان، سبحان الله مخططين لهم، بس الحين يعني بعتقد صار الوقت انه نسوي هذا اللايف هذا ونشارك يعني الايجابيه مع الناس. نعم، فاول شيء شكرا جزيلا لك استاذ شكرا الدعوة. استاذه فاطمه، شكرا جميعا على حضوركم. وبعطيك يعني بخليك تقدم لنا او تعطينا مقدمه من عندك. اول شيء انه تتعرف على الناس يعني او المروكن اودينس اللي موجودين نعم. معانا نعم قبل ما ندخل في الموضوع. ان شاء الله. اول شيء نقول بسم الله الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، والصلاه والسلام على الرسول والنبي الاعظم سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلوات والتسليم. اول شيء اشكرك كوتش فاطمه على هذه الدعوه الكريمه، واشكر الاخوه والاخوات على حضورهم، ونقول لهم اذا كان المغرب كلهم لا باس عليك كي داير كلكم، يعني حاولت اتعلم شويه اللغه المغربيه الجميله، عساكم كلكم زيان ان شاء الله. ان شاء الله، الله يسلمك، الله ان شاء يسلمك. الله. فاحنا موضوعنا اليوم موضوع جدا مهم، خاصه في ظل الاوضاع الحاليه، وانا استاذه فاطمه الكوتش فاطمه الزهراء طلبت مني اختار موضوع، وانا اخترت موضوع حياه بلا توتر او بدون توتر. فحقيقه موضوع جدا مهم، موضوع يلامس حياتنا بشكل دائم وليس في الاوضاع الحاليه فقط. صح. فالتوتر يعتبر حاله شعوريه او حاله نفسيه دائمه، وليست فقط موجوده دائما، هي شيء طبيعي في حياه الانسان، وهي ايضا لو احنا شفناها من جانب ايجابي فهي شيء يدفع الانسان الى الابداع، الى النجاح. صح. انت لو ما عندك توتر في الامتحان ما راح تذاكر الامتحان، صح؟ صح. لو ما عندك توتر في العمل والابداع في العمل ما راح تنجز في العمل، وهكذا. صح. فالتوتر مطلوب، ولكن بشرط ان لا يزيد عن حده، وكما يقال دائما الشيء اذا زاد عن حده ينقلب ضد. نعم. فاحنا نقول دائما للشباب والاخوه والاخوات طبيعي نحس بالتوتر، طبيعي جدا، اهم شيء يكون في درجات يعني عاديه، ما تكون شيء اكثر من لازم، لانه راح يؤدي الى للاسف نتائج سلبيه، راح يؤدي الى تردد وايضا تباطؤ في اتخاذ القرار، راح يؤدي مع الاستمرار الى امراض نفسيه واحيانا تكون امراض عضويه. فلذلك غير محبب انه هذا التوتر يكون اكثر من لازم. صح. نعم. يعني احنا نقول انه التوتر عادي يكون موجود في الحياه، طبيعي، بس ما لازم يزيد عن حد اللي هو يزعجنا في حياتنا، اللي نعم. يقلقنا ويخلينا يعني مش قادرين نعطي، مش قادرين نعم. ننجز، نعم. او مش قادرين نغير نعم. حياتنا ونخليها للافضل والاحسن. نعم، صدق، صحيح. صح.
يؤدي إلى التردد، يؤدي إلى التباطؤ، يؤدي إلى عدم القدرة على اتخاذ أي قرارات، وأيضا يخلي الإنسان في حالة قلق وخوف دائم. هذا لو كان شيء أكثر من اللازم. طيب يعني احنا اذا كان الانسان بيحس بالتوتر ومش عارف يعني يتعامل معاه، نعم يعني واصل به الدرجات اللي الحين قلتها، نعم انه يعني دائما حاس حاله مش يعني نعم مش اوكي، دائما نعم حاس حاله انه يعني ايديه نعم مكتفين، ف نعم يعني شنو الحاجات اللي لازم يعملها الشخص لما يكون في هذه الحالة هذه؟ طيب جميل أستاذ كوتش فاطمة الزهراء. هو السؤال دائما نسأل نفسنا، أنا كيف ممكن أجنب نفسي التوتر غير طبيعي؟ دائما يقال الوقاية خير من العلاج، من صح؟ نعم. فأنت لما يكون حياتك منظمة بطريقة صحيحة وتمشي وفق يعني حياة منظمة وخطة ماشي عليها في حياتك، وتعطي كل مجال في حياتك حقه، علاقاتك، عملك، أهلك إلى آخره، عجلة الحياة كلها، وحتى موضوع التخطيط له علاقة بموضوع التوتر. عجلة الحياة هذه عبارة عن إحدى الأدوات تستخدم في التخطيط للحياة ككل. فإذا كان الإنسان عجلة الحياة عنده دائرة تدور، راح يكون عنده التوتر قليل جدا. فلذلك الإنسان ينبغي أن يوقي نفسه شر التوتر غير الطبيعي، لأن التوتر غير الطبيعي يؤدي إلى أنه فعلا الإنسان يتوقف، عجلة الحياة عنده تتوقف لا تدور. إذا إيش مطلوب من الشخص؟ أول شيء ينظم حياته، رقم واحد يبدأ في تنظيم حياته. طبعا من ضمن تنظيم حياته علاقته بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إيش تقول الآية القرآنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والإطمئنان هو السكينة، والسكينة هي عكس ماذا؟ عكس التوتر، صح؟ فلذلك ينبغي على الإنسان أول شيء يقوي إيمانه بالله سبحانه وتعالى من ضمن تنظيمه لحياته. لأن الناس تفكر بننظم حياتنا، ننظم مثلا عملنا، ننظم نومنا، ننظم لعبنا، أنشطتنا وإلى آخره. لا، أول شيء تنظم فيه علاقتك الروحية مع الله سبحانه وتعالى. طيب صلوات. إمتى نعم نعم الواحد يعرف إنه عنده خلل في الجانب الروحاني، ممتاز، في علاقته مع الله؟ جميل. إذا كان يظن أن الخير والشر بيد شخص أو بيد إنسان بشر غير خالق البشر، أوكي، صح؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الإنسان ليش توتر عنده؟ من خوف، خوف من بشر، خوف من مستقبل مجهول، خوف من كورونا مثلا في حالتنا الحين، خوف من مديره، خوف من اشخاص كثيرين في يعني حالات وعقبات في حياته. لو هو امن ان الله سبحانه وتعالى بيد كل شيء، وكما يقول الحديث النبوي الشريف، لو اجتمعت الامه على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك، وان اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، صح؟ رفعت الاقلام وايش؟ وقفت الصحف، يعني خلاص ما في كلام غيره، انه كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. فاذا انت تعرف هالشيء وتؤمن، ما بس تعرف، تؤمن وتوقن ان انا اتخذت بالاسباب، انا اتخذت بالاسباب في علاقتي الزوجيه الحمد لله، قائم بدوري مع طرف شريك الاخر، قائم بدوري مع ابي وامي ابر فيهم واحترمهم، قائم بدوري في مجتمعي، قائم بدوري في عملي في دراستي، فانا اتخذت بالاسباب، يبقى التوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذا معناه الانسان ما راح يخاف، لانه عارف انه هو ادى اللي عليه. فالخوف يقل عندما يكون الإنسان فعلا علاقته الأولى بالله سبحانه وتعالى علاقة فيها إيمان ويقين وثقة بالله سبحانه وتعالى، مش فقط مجرد شعارات، لأن الشعارات كثيرة. إحنا كثير نرى في الواتساب رسائل كل صباح كلها تحفيز وكلها تفاؤل وكل أشياء جميلة، ولكن لما نجي في أول أزمة نواجهها في يومنا نبدأ نتشائم، نبدأ نخاف، نبدأ نتوتر، نخاف على رزقنا، نخاف على أولادنا، نخاف على أشياء كثيرة، وننسى الله سبحانه وتعالى، نتذكر بس الاشياء الاخرى اللي هي احيانا تكون تلقى الى بشر ورب البشر موجود. فانت اذا رجعت لرب البشر اكيد التوتر راح يقل عندك بشكل كبير، والانسان لما يستودع نفسه، يستودع اولاده وبيته ورزقه وكل شيء في حياته، راح اكيد يعني يحس بتوتر جدا قليل في حياته.
جميل. طيب هذا أول شيء، كنا التوازن الروحي أو جميل. والإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم أوكي. نعم طيب نعم. رقم اثنين، العائلة. العائلة من أكثر المشاكل اللي تؤدي إلى التوتر، المشاكل العائلية. أوكي. اهلا وسهلا مجددا، اسمحوا لي سيدة فاطمة، اسمحوا لي. طلعت بالغلط. أوكي. نعم. إذا النقطة الثانية. نعم، النقطة الثانية، الإنسان تنطلق سعادته الأساسية من البيت. من بداية مولده مع أمه وأبوه وأهله. وبعد ما يتزوج مع زوجته وأولاده. أوكي. فده العلاقة الزوجية وعلاقة الأسرة بشكل عام فيها توتر، فيها مثلا مشاكل عائلية، فيها ضغوطات مالية، فيها أي مشاكل بين الأب والأم تنتقل للأطفال، راح يكون البيت عبارة عن شعلة أو قمرة مشتعلة صح. في وقت، أي وقت قابل للانفجار. تحصل الأطفال أو حتى هم الأب والأم في توتر دائم، يخليهم أفكارهم معطلة، حياتهم معطلة. الناس تسافر وتروح وتجي وتشتغل وهم جالسين في بيتهم في جو يفكرون كله في المشاكل. حلو. هذا يسبب الى مشاكل والى توتر في العائله. في المشاكل العائليه تحتل المركز الاول على فكره، على مستوى التوتر الافراد. يعني حتى الطلاب اللي ما يذاكروا، انا كثير طلبه في الجامعه يسالوني دائما، فلما جاء اسال واتعمق شويه اعرف ان في مشاكل في الاسره، فتخلي الطالب عنده توتر وبالتالي مستواه الدراسي ينزل، لانه هو ينزل صح. عنده مشكله في العائله سببت له توتر وقلق كبير فوق توتر الاختبارات. يعني في عنده توتر اختبارات الطبيعي، وفي عنده توتر اكبر والقلق والخوف من انفصال ابوه وامه، مشاكل ابوه وامه، مشاكل اخوانه والى اخره. لأنه فالمشاكل عوض ما العائليه. يركز نعم على دراسته بيركز على المشاكل اي نعم اللي هو عايشها في البيت. 100% أكيد طبعا. 100% نعم. وطبعا رقم ثلاثه هي عاد خارج المنزل، العلاقات خارج المنزل او التوتر خارج المنزل. مثلا تجد بعض الموظفين، تجد في علاقة توتر في بيئة العمل بين المدير والموظفين، بين موظف وزملائه، البيئة المحيطة في العمل سبب الموظف أحيانا توتر، خاصة إذا كان عمله صعب، مثلا في المستشفى طبيب ممرض، مثلا في الأجهزة الأمنية، مثلا بعض الوظائف صعبة. إذا الشخص ما قدر يسيطر على التوتر اللي في عمله ويحاول يجنبه بيته، راح تصير مشكلة كبيرة في حياته. تتفق معي هذا كوتش فاطمة؟ نعم صح. أنا أكيد يعني الإنسان لما لأنه يعني أنا نعم حتى هذا موضوع مهم، لأنه بعض المرات بيكون موجود التوازن في مثلا في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، في العلاقة مع العائلة بيكون موجود التوازن وكل شيء يعني تمام، لكن بيكون الشخص بيعاني من توتر من العالم الخارجي، وهذا التوتر هذا لما بيجيبه معاه للبيت بيخلي كل الحاجات التانية يعني يصير فيها خلل. نعم جميل فعلا اتفق معك. ومش ضروري يعني الشخص يكون بيشتغل في وظيفة، يعني حتى الموظف العادي نعم لما بيجيب معاه توتر المكتب يجيبه معاه للبيت بيخلي يعني بيكون هو معصب، مش قادر يعيش حياته يعني بطريقة عادية، نعم فهذا كله بيأثر على علاقاته مع الناس نعم مع عيلته. كيف احنا ممكن نشرح يعني للناس انه هذا التوتر خلوه في نعم مكان الشغل، يعني ما نعم يجيبوه معاه في نعم البيت؟ نعم والله كوتش فاطمة والجميع، هنا لازم الشخص يكون عنده وعي وعنده مهارة إنه يقدر يفصل بين بيئة العمل
وبين بيته وأولاده. أوكي. يعمل خط فاصل بينهم. لذلك حتى في معظم يعني المختصين في علم التنمية الذاتية بشكل عام بيتكلموا عن حاجة اسمها العطلة السوداء. العطلة السوداء هي العطلة اللي يقضيها الموظف مهما كان عمله بدون تخطيط، ويقضيها بعد 5 أيام عمل مجهدة أو متعبة، يقضيها بدون تخطيط وتظل مثل ما كانت فيها توتر في ال5 أيام، يظل حتى الأسبوع نهاية الأسبوع فيها توتر لأنه ما فيها تخطيط، في نوم، كل حد نايم في حاله، كل واحد مسؤول عن نفسه، ما في أي تخطيط أن يقضي عطلة خضراء. فالعطلة السوداء عبارة عن مصطلح أو مفهوم يقصد فيه أنه الموظف اللي لا يستغل إجازته لتخلص من الضغوطات والتوتر اللي شافه في 5 أيام سابقة، فمطلوب اليومين يستغلهم يفصل تماما نفسه عن العمل. هذا رقم واحد في الإجازة المعروفة اللي هي العطلة اللي احنا مفروض نسميها العطلة الخضراء، مخضرة بالتخطيط الجيد، يكون في خروج، في رحلات، في طلعات، في اهتمام بالعائلة، اهتمام بالنفس عشان يرجع عمله يوم الأحد. احنا في عمان نرجع الأحد، تحصل واحد او في كل مكان اتوقع، حتى معكم في المغرب اتوقع الأحد ولا الاثنين معكم في الشغل عادة. عندنا السبت والأحد هم الإجازة. نعم. احنا الجمعة والسبت. فالمفروض الموظف في الإمارات نعم لما يرجع الاثنين او يرجع الأحد يرجع بكامل نشاطه، خلاص شال كل الشحنات السلبية وكل التفكير اللي كان في الأسبوع الماضي شاله في خلال يومين، وأيضا عوض نفسه وعوض عائلته. هذا رقم واحد. رقم اثنين الأستاذ كوتش فاطمة، في بعض الموظفين يظلموا نفسهم، دوامه مثلا يشتغل من الساعة 8 للساعة 5، هو يجلس لحد الساعة 7 الساعة 8 بالليل، يزيد التوتر، يحمل حاله أكثر من طاقته، أكثر من طاقته، فيؤدي إلى توتر كبير في حياته الأسرية وحياته الشخصية وحياته العملية. ليش؟ يقول لك انا انسى نفسي، وانا وفي ناس فعلا يعني اسمحوا لي على الكلمه يعبدوا الشغل، يعني الشغل بالنسبه لهم خط يعني احمر ما يقدروا يتجاوزوه حتى لو بدون اي اضافه في الراتب او شيء، بس يحب يشتغل، فيهمل نفسه، يهمل صحته، بالتالي تتراكم مسؤوليات، تتراكم عليه الضغوطات في البيت، في المنزل، اهله وينك ليش، يصير عنده توتر اكبر، توتر في العائله لحد الانفجار. وهذه نقطه مهمه، لانه فعلا لأنه الواحد بيعبد شغله، يعني نعم. بيكون يعني إشي بالنسبة له لا يناقش، نعم. فهذا ما بيخليه يفصل ما نعم. بين شغل وحياة شخصية، نعم. دايما بيكون بيعطي الأولويات للشغل، شو ما كان يعني نعم. التصور عنده بيعطي الأولويات للشغل على الحياة التالية. فهل هذا بياخذنا لنقطة إنه التوتر ممكن إنه إحنا نتخلص منه إذا اشتغلنا على حاجات إحنا بنعتقدها، يعني أفكار نعم. إحنا بنعتقدها في الداخل؟ يا سلام عليك، شوفي كوتش فاطمة بالنفس نفس الكلام اللي تقولي الآن، فعلا هو التفكير أو طريقة التفكير سموها، طريقة تفكير الإنسان تؤثر إيجابا أو سلبا في التوتر، حتى الأفكار السلبية، حتى الأفكار السلبية. لو الموظف يكره مثلا عمله، لو الموظف نفترض ما يكره عمله، ما يحب عمله، مع أنه عمله كويس بس هو يكره العمل أصلا، فيروح في العمل وهو أصلا فيه شحنات وفيه تفكير وفيه طاقة سلبية، صح؟ فبالتالي ينعكس على أول شيء أدائه في العمل، احتمال يجد هناك بعض الإشكاليات في التعامل مع المدير أو الزملاء، مع العملاء وإلى آخره. يرجع البيت كذلك عنده تفكير سلبي انه الابناء محتاجين الى رعايه، محتاجين الى ايه؟ الى مثلا اهتمام، الى مسؤوليه. تتراكم الامور بسبب تفكيره السلبي. فالتفكير السلبي كذلك مطلوب منه احنا نغيره، كذلك ان انا لازم اعرف ان الحياه في النهايه فيها وقت للعمل وفيها وقت ايضا للراحه. وايضا انا مفروض ان انا اختار العمل يتناسب معي. انت من ضمن يعني النصائح احنا ننصحها دائما، اذا كان العمل لا يناسبك ويسبب لك توتر وانت لا تقدر غير، بيبحث عن فرصه اخرى. صح. ما تنتظر لحد ما تمرض بكره يجيك القلب او السكر، لا، يقول لك لا تنتظر لحد ما يجيك القلب والسكر والضغط، طبعا تقول يلا تقاعد ومع السلامه، اجلس البيت. صح. انت اجلس في وظيفتك الحاليه وابحث عن عمل اخر، العمل اللي انت تشوفه يناسبك في حياتك. فالموضوع كبير، يخص ايضا التفكير، طريقه تفكير الانسان وافكاره السلبيه بالذات تاثر سلبا على توتره وعلى ضغوطاته وعلى قلقه وخوفه في الحياه بشكل عام. وحتى التوتر بيأثر على أخذ القرارات. نعم. في وقت إحنا محتاجين نتخلص فيه من التوتر. جميل. يعني حتى وإحنا حابين
نحدث التغيير ونطلع من هذا التوتر إذا ما كنا يعني قادرين إنه يعني نتحكم فيه، فهو بيأثر علينا حتى في أخذ القرار، نعم صحيح ما بيخلينا نطلع يعني فعلا. من هذا الوضع اللي إحنا فيه. نعم يعني التوتر يؤدي إلى توتر. صح. وهنا بتكون المصيبة أكبر، لأنه نعم الواحد بيكون عارف إنه هو لازم يطلع من هذا الوضع، لازم جميل يغير، نعم لكن من كثرة ما هو بيغذي هذا التوتر، بيغذيه بأفكار سلبية وبيغذيه بعادات يعني سلبية، لأن مثلا لما الواحد بيضل مثلا في شغله ساعات متأخرة، فهنا بتترتب عنده عادة، نعم فبيصير عنده الموضوع عادي إنه يرجع البيت صح ومتأخر، فهذه العادة مع التوتر اللي هو بيعيشه في مكان الشغل، مع التوتر اللي بيعيشه في البيت، هذا كله بيخلي التوتر يعني كبير، نعم بيوصل لمرحلة الشخص مش قادر إنه يطلع منه. نعم 100% كلامك صحيح. فإيش بيصير؟ الواحد بيقول خلاص هذا قدري، نعم هذا اللي أنا مكتب ليا، نعم فراح أرضى به. نعم هو وموجودين كثير هو يعني هدول الحالات، نعم موجودين كثير، فكيف ممكن إحنا ننصحهم كيف نعم يتعاملوا مع التوتر؟ هو احنا مثل ما قلنا أستاذ الكوتش فاطمة الزهراء، قلنا دائما الوقاية خير من العلاج. من العلم. لما صحيح. الإنسان يعيش حياة متوازنة ويبدأ يقسم حياته بين العمل أو الدراسة وبين الأشياء اللي فيها جد وبين الأشياء اللي فيها متعة والرياضة والقراءة، وأيضا يعني يهرب بنفسه في كل يوم حتى نص ساعة في مكان وحده في البيت مثلا أو حتى على البحر، مش الآن طبعا كورونا ما ينفع ما يخلينا نطلع الآن، لكن صح. بشكل عام في البيت في أي مكان في أي زاوية في البيت، نوع من التأمل استرخاء بدون أي مشتتات. مطلوب الإنسان يبحث عن السعادة بنفسه، ما ينتظر حد يعطيه السعادة. فمن ضمن السعادة أنك تتخلص من التوتر، تسأل نفسك أنا إيش أحب بالضبط كل يوم، إيش أحب أقضي يعني جزء من وقتي في شيء معين يخصني أنا، يخصني أنا، على أساس أني أشيل كل الشحنات وكل الطاقة السلبية وكل التوتر والضغوطات خلال هذه الساعة. أنا أعرف في ناس بيقول الأولاد والمسؤوليات والوقت يمضي بسرعة وما عندي وقت، لكن والله الواحد لو بحث راح يحصل في وقت. ممكن هالوقت صح. يستغله نصف ساعة في مكان، يحدد مكان في البيت، إضاءة جميلة بالليل أو بعد مثلا بعد ما يناموا الأطفال مثلا، أو حتى لو هم صاحيين، بس يهرب بنفسه شوية ويحاول يتخلص من هالضغوطات. لأن ما تخلص من هالضغوطات واستمر يعني الضغط فوق الضغط فوق الضغط، يصل لمرحلة الانفجار في المستقبل. طبعا. والإنسان دائما الله سبحانه وتعالى حتى الرسول في الحديث النبوي يقول: وإن لنفسك عليك حقا، صح؟ يعني جابه ان لربك عليك حقا، وان لاهلك عليك حقا، وان لنفسك عليك حقا، فانت عليك حق لاهلك لنفسك عفوا. يعني مطلوب انك تريح نفسك وتبحث عن سعادتك، وايضا يعني تقلل من التوتر من خلال ممارسات يوميه مش فجاه. بالمناسبه حد يسالني من الاخوات او الاخوه احسن كتاب تنميه بشريه، هو هذا الكتاب الان انا اشوفه الافضل في 2020، كتاب نادي الخامسه صباحا. أنا تكلمت عنه كثير صراحة، لكن عندك متابعين يمكن ما أعرف الكتاب هذا، بس متابعين يتابعوني عادة أشرح لهم إياه. الكتاب اسمه نادي الخامسة صباحا لروبن شارما، هذا ينظم لك حياتك، يخلصك من حاجة اسمها توتر في حياتك. لأنه مبدأه أنك تصحى الساعة 5 الفجر وتبدأ يومك الساعة 5 كل يوم ب 60 دقيقة، اسمها 60 دقيقة أو ساعة الانتصار. قسم الوقت بين استرخاء وتأمل وتخطيط ويعني لياقه بدنيه قليله جدا، ربع ساعه تقريبا. لو هذه الساعه نظمناها راح التوتر يقل في حياتنا بشكل كبير. يعني احنا بس نحاول نقرب، يعني راح يقرب، لان هذا الكتاب يشرح كل شيء. نادي الخمس صباحا، اتمنى الشباب اللي موجودين هنا يقراوا الكتاب، متوفر حتى في الانترنت اتوقع اللي ما عنده الكتاب هذا، او يشوف ملخص اقل شيء. راح يخلصنا من كثير من التوتر في حياتنا. نعم. والكتاب كله يعني بيصب في تغيير العادات، هذا تغيير الكتاب العادات. نعم. هذا الكتاب عبارة عن منهجية تبعها روبن شارما، هذا المتحدث العالمي المعروف، وأكيد طبعا أتوقع معظم الناس يعرفوه روبن شارما. هذا يتحدث عن تجربة قضاها فيها 20 سنة تقريبا، هو مارسها بنفسه وعنده نادي خاص فيه اسمه نادي الخامس صباحا. بعدين بعد ما جربها قرر أن يحولها إلى كتاب. والكتاب عبارة عن منهجية وليس بس فقط كتاب كلام، لا، هي منهجية وتتبعها راح اي راح تجد في حياتك مستقبل تغيير كبير في ابداعك، في تفكيرك، في تفاؤلك، في اقبالك الحياه، تحس انك الحياه جميله،
اي توتر اي مشاكل في حياتك تحلها بكل بساطه. ليش؟ كل ما قل التوتر كل ما كان هناك صنع قرار افضل. جميل. كل ما قل التوتر الى اقل نسبه مع احنا في حياتنا راح يكون عندنا صفاء ذهن، احنا قادرين نقرر ونحل مشكلات. وعلى فكره من ضمن الحلول للتوتر هو حل مشكلات. ليش مشاكل او التوتر يزيد؟ لان في مشاكل تتراكم، مشاكل عائليه، مشاكل في العمل تتراكم، الشخص يخليها تتراكم 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 لحد ما تصير عقد. لو هو بدا هو حلها بطريقه صح في البدايه راح يقل التوتر تدريجيا. جميل. نعم. طيب بالنسبه للتوتر، هل يقدر الواحد يعني تو ميجريت، يعني نعم كيف يقيسه؟ هل نقدر نقيس نعم التوتر داخلنا حتى نقدر يعني نعم تو كنترول ات، نعم جميل، نتحكم؟ سؤال جميل كوتش فاطمة. إذا شفت نفسي أن أنا في خمول وعندي قرارات بالهبل سوفتها، سوفت قرارات يعني تسويف 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 في القرارات، معنى عندي توتر فيها في حياتي. حتى لو انا ما اعترف بهالشيء بس اكيد عندك توتر وعندك قلق وعندك خوف من الفشل. من ضمن انواع التوتر هو الخوف من الفشل. يمكن شخص مثلا افترض مر بتجربه زواج مثلا سبب له قلق وخوف وتوتر من اي علاقه جديده للزواج، فيسوف لا ما اريد ما اريد اتزوج ما اريد اتزوج لحد ما تصير عقده ومرض نفسي، لانه هو عنده توتر من موضوع الزواج. او مثلا شخص فتح بزنس مشروع ونفس الشيء، كل ما يفتح مشروع بدا يشفشف مشروع، صار عنده توتر في كل مشروع يفتحه والتوتر ياثر سلبا. احنا قلنا قبل عبد الخيار في توتر محمود وفي توتر منبوذ. المحمود هو المعروف طبيعي لان التوتر العادي لانه مطلوب، لانك انت اذا ما توترت طبيعي معناه انت ما راح تنجح حياتك. اذا تحس تاخذ الامور بسهوله ما تستعد وما يكون عندك شويه من الخوف ما راح تستعد وتبادر انك تنجح في مقابله عمل او تنجح في مشروعك او تنجح في الزواج. لازم يكون في توتر، لكن بشرط ما يتحول الى يعيقك عن حياتك. كثير ناس توتر الى هوس، يصير عندهم هوس وخوف وينقلب على فكره الى اكتئاب والى شك احيانا. ايضا في علاقه بين ايضا بين التوتر وبين ايضا انه يتحول الى اكتئاب وايضا ظن او شك. اوكي. اذا فاذا كان الواحد يعني وصل لمرحلة انه بيخلي كل شيء مثلا ودخل في انه نعم. راح اعمله بكره او راح نعم. اسويه بكره، فهذا بيخليه يقيس نعم. يعني نسبة التوتر عنده، يعني نعم. بيعرف يعني حاله انه متوتر نعم. وخايف. نعم. هو شوف كوتش فاطمة، هو مش يقيس، هي مؤشر انه هو أوكي. عنده توتر. اوكي. معظم الناس اللي يسوفوا واللي عندهم اهداف وخطط مؤجله عندهم توتر. حتى يمكن نسال الاخوه والاخوات يقول انا احس كل يوم يمر انا بتوتر اكثر لاني عندي اهداف أوكي. واضحه بس انا ما احققها، فبيلاحظ نفسه دائما في توتر وخايف والحياه تمضي وانا جالس على نفس المكان اللي انا فيه، فيبدا يخاف، يبدا احيانا في ناس ينقلب الموضوع الى مرض. أوكي. مرض يعني عضوي وليس فقط اكتئاب او مثلا الامراض النفسيه، لا يجي في ناس يمكن يسبب لهم اكل ياكلوا كثير تخمه. اوكي. عندي الامراض مثلا تعرفوا في امراض مثلا من ضمنها السكر والضغط وغيرهم سببها التوتر ايضا احد الاسباب. اوكي. فاذا الواحد كان هنا يعني شاف حاله في هذا يعني في هذا كيف بنسميها الكيس انه لازم يشتغل على حاله. ضروري ضروري. احنا في عندنا هرمونات او مواد كيميائيه اللي هي كورتيزول والدوبامين، هذه تفرز بكثره لما يكون في توتر، لما يكون في توتر هذه تفرز بشكل اكبر. حتى الان في موضوع كورونا احنا فرصه نتكلم عن الموضوع، لان الان هو الشغل الشاغل للشباب خاصه متابعينا يعني معظمهم الشباب. ففرصه الان نوجه لهم رساله، لان في ناس عايشين في يعني توتر كبير، توتر ورعب. يعني هو كان توتر بسيط الان صار خوف ورعب. وطبعا منهم معذورين، ما بقول معذورين لان الوضع في بعض الدول مخيف، لكن اتوقع مبالغ فيه، مبالغ، لان التوتر اصلا راح يضعف عندك المناعه. صح؟ صح. لما يفرز الكورتيزول بشكل كبير راح يكون عندك مناعه نفسيه ضعيفه جدا، لو اي مرض مش بس الكورونا والله راح ياثر عليك.
وبالمناسبة أنا بخبركم شيء إخواني، أنا عندي حد من أهلي هو وزوجته وابنه وعاملته فيهم كورونا. سبحان الله. أوكي. وابن عمي هذا اللي من أهلنا والله يعني جالس في بيت منعزل، لكن يمارس حياته في البيت مش هك الضغط اللي احنا عاملينها، مش معنى انه نايم في السرير، هو جالس في مكان ويشعر ببعض، يشعر بس حمى وحلقه شويه، ولكن انا شفته يعني من خلال كذا يعني حد صوره، لانه الحمد لله حياته مش معناها في ماساه، مش بنفس الحجم اللي يصوروا لنا اياه في الاعلام انه الانسان، بس هم يخافوا في الحكومه او في السلطات يخافوا من انتشار، اذا انتشر مثل التوتر، اذا التوتر انتشر صعب السيطره عليه. كذلك الوباء هذا كورونا لو انتشر في المجتمع راح يكون صعب السيطرة عليه، صح؟ لكن الخوف أكثر، هو الخوف أكثر يعني يعني نعم. يعني الصورة الأولى هو أنه الخوف على الناس اللي هم مرض نعم. نعم. واللي هم يعني عندهم أمراض مزمنة والناس الكبار في السن، نعم، لأنه فعلا هذا الفيروس عنده يعني بيهلكهم، بيهلك هاد الناس لأنه نعم. المناعة عندهم ضعيفة. أيوة. لكن الناس العاديين اللي هم ما عندهمش لا أمراض ولا أي شيء، يعني مش لازم يخافوا نعم. مش لازم يكون عندهم نعم. هاد الهلع من هاد المرض نعم. لأنه هم أصلا يعني إن شاء الله تعالى نعم. صحتهم جيدة فما راح يكونوا معرضين نعم. لكن نعم. مع السوشيال ميديا، مع كيف نعم. تم تناول يعني الأحداث نعم. وتصويرها وتصوير يعني الناس في الدول الثانية نعم. يعني ميتة، وهذا اللي طيب. يعني خلق عند الناس هذا الخوف نعم. بهذه الدرجة الكبيرة. نعم. هو احنا قلنا من مسببات التوتر، أحد مسببات التوتر هو الخوف من المرض أو الخوف من المجهول أو الخوف من المجهول أو الخوف من المستقبل، هذا طبيعي موجود في كل إنسان، لكن بشرط ما يكون يتعدى حدود الطبيعية. يعني أنا أخاف على نفسي، أنا أخاف على نفسي وأخاف على أولادي، بس خوفي يخلي إيش؟ يخليني أحتاط، يكون عندي حيطة وحذر، أهتم بأولادي، أهتم بالإرشادات الطبية، أتبع الإجراءات، ما أخرج من بيتي، خليني في البيت، خلاص طبقت هالأشياء، أنا مستوى التوتر عندي ضعيف، ما عندي توتر، عندي مناعة قوية الحمد لله، مناعة قوية. الناس اللي يتابعوا الأخبار، تذكرتي أستاذ كوتش فاطمة الحين ليش ناس عندهم توتر؟ لأنهم يتابعوا الأخبار. صح. في ناس يضعوا نفسهم في فوهة مدفع التوتر، نسميها كذا، فوهة مدفع التوتر، توتر في مدفع وهم جالسين يسمعوا ويشوفوا، فطبيعي راح يكون عندهم توتر، كورتيزول راح يفرز بشكل كبير، راح تقل عندهم مناعة النفسية والبدنية، وراح يكونوا سهلين انهم في اي لحظة يصيبهم اي مرض، يتعرضوا لاي مرض، مش بس هذا الفيروس، اي مرض بسيط يفتك فيهم. ليش؟ لانهم عندهم مناعة ضعيفة، فاحنا ننصحهم يا جماعة الخير التوتر خلوه شيء طبيعي في حياتكم عشان يحثكم على الإبداع، على النجاح، على الحذر، على الخوف من بعض الأشياء، صح مطلوب، لكن إنه يسيطر عليك ويعيقك عن أهدافك، عن عملك، عن حياتك، معناه في مشكلة ينبغي تجد لها حل. من ضمن الحلول، في حلول إذا كان موضوع صار مرض لازم تشوف هل المرض بيكون مرض عضوي ولا مرض نفسي، ولا تحتاج فقط إلى جلسات سلوكية سموه ان حد يعني يغير طريقه التفكير اللي عندك، لان في منهم ناس كما قلنا في البدايه في عندهم مشكله في طريقه التفكير، صح، يعني التفكير سبب لهم ضغوطات وتوتر في حياتهم خلتهم ما يقدروا يتعاملوا مع عائلتهم، في اعمالهم عندهم خوف، عندهم انطواء، منطويين عن نفسهم، يخافوا من كل شيء، ما عندهم ثقه بنفسهم بسبب التوتر. صح. طيب بالنسبة للناس اللي عندهم توتر نعم. وعارفين إنهم عايشينه، كيف ممكن نخليهم ياخدوا هذا التوتر ويحولوه لشيء إيجابي في حياتهم نعم. اللي يخليهم يبدعوا ويغيروا، يعني من خلال هذا التوتر اللي أنا بعيشه أحوله أخليه شيء إيجابي في حياتي. جميل سادة فاطمة الزهراء، أنا أرى إنه هذه قناعات شخصية داخل الإنسان. أنت حتلقيت الآن كلمت الشخص واقتنع معك ساعة ساعتين، بعد ساعتين تحصل يشوف أخبار عن كورونا. صحيح. أنا كثير ناس يجوني يقول لهم يا جماعة الخير الحل الأول تمنع نفسك عن كل أخبار السيئة. في التلفزيون اتبع بس الخبر اللي يخص جهة مسؤولة وفي اليومين مرة يكفي.
ان شاء الله ما يهمك. مش تضل اليوم كله ما يعني في ناس على اخبار، في ناس على طول، في ناس على طول على التلفزيون، فننصحهم، ننصحهم يقتنع، والله يقتنع، بس بعد فتره يجيني بعد يوم والله بالغلط دخلت امس الساعه 3 الفجر وانا اشوف، قلت له خلاص مسؤوليتك، انت عارف الحل، محل ايه محل سؤال والله المسؤوليه، المحل جدا بسيط، ابعد نفسك عن التوتر، لانك انت جلست في موضوع التوتر راح تقل مناعتك، مناعتك راح تكون ضعيفه، وما بس مناعتك كل شيء في حياتك راح يقل. ناس عايشين في على فكره في عزاء بسبب التوتر من خوف من كورونا، الحين ما موضوعنا كورونا لكن هذا لانه موجود الان ومسبب قلق كبير للناس وخايفين، وقلنا يعني في ناس معذورين بس ما يكون كذا يعني ما بهالشكل الكبير المبالغ فيه، نطمنهم يعني الواحد يتخذ بالاسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويكون عنده ايمان ويقين بالله سبحانه وتعالى، ان شاء الله ما يصير الا اللي كتب الله سبحانه وتعالى، هذا باختصار. صحيح. يعني مثلا انا من خلال هذه اللايفات هذه اللي بنعملها كل يوم، يعني بحاول انه اشجع الناس انه هذا القلق وهذا التوتر يحولوه لشيء ايجابي من خلال انه يكتشفوا ذاتهم وقدراتهم في هذه الفتره اللي هم عندهم وقت وقاعدين في البيت، يقدرون يكتشفون حاجات جديده فيهم، يعني يشتغلوا على بروجكتس كانوا عندهم مثلا حابين انه يخلصوهم، يعني ممكن من هذا التوتر انه احنا نشوفه بشيء يعني او بعين عين النحله مش عين الذباب، انه نشوف هذا التوتر انه فرصه، احنا الحين متوترين بس خلينا نركز بهذا التوتر اللي بيغلي في داخلنا في شيء ايجابي ونطلع شيء ايجابي. جميل جميل جدا. خلينا نضرب مثال ثاني استاذه فاطمه على اساس ان الناس تفهمنا كذلك، مش كورونا بس. انا اعترض نفسي في العمل مثلا، في العمل انا انسان خجول جدا في العمل بسبب التوتر، اخاف المدير، شخصيه المدير شويه حازمه، وانا شويه مهاراتي في التحدث ضعيفه، وما اقدر اني اتكلم مع المدير بكل جراه واوصل له افكاري، ولذلك دائما هو ياخذ فكره غلط عني. طيب انا هذا مشكله الان سبب لي توتر صح؟ في عندك نوعين من الناس، في ناس من ناس من ناس بينطوع على نفسه ويجلس وكل يوم التوتر يزيد، توتر لحد ما يصير مرض نفسي. صح. في نوع، في نوع اخر لا بيبدا يقول انا ايش محتاج الان عشان اتخلص من هالمشكله، في عندي مشكله. مش صح. في مشكله عندي، هذه المشكله لو خليتها راح يزيد التوتر، والتوتر لو زاد عندي مشكله بعدين يمكن يكون عندي مرض لا قدر الله. طيب ايش الحل؟ اني انا ابدا افكر كيف انا ممكن اطور مهاراتي في مجال التحدث امام الجمهور، في مجال مثلا عملي، في المهارات، ابدا اتخلص من التوتر بتطوير مهاره اخرى انا محتاجها عشان انا اثبت لنفسي وللمدير ان انا قادر ادي العمل بافضل ما يكون. ذيك الساعه راح يقل التوتر وراح ازيد ثقتي بنفسي وثقه مديري مثلا في نفسي انا. صح. فالتوتر مش مجرد حاله شعوريه، هي حاله محتاجه الى مهاره، محتاجه ان الانسان يتخذ فيها قرار. اذا كان الانسان هذا عنده سيطره على التوتر بيحول الى قرارات ناجحه في حياته. احنا كثير ناس يحضروا معنا دورات بسبب مشكله في حياتهم، يقول لك انا خجول بسبب التوتر، لما جاء القي محاضره امام في اجتماعات وكذا يسبب لي توتر وخوف، وحاضر دورتنا ليش؟ على اساس نتخلص من هالمشكله. والحمد لله لما يدخلوا معنا البرنامج عاده الحمد لله انه يقدموا في اخر يوم محاضره امامنا كلنا، في خامس يوم ما في قلق ما في خوف، لما نقارن بين اليوم الاول واليوم الخامس جدا في فرق، لانه كسر الحاجز النفسي، كسر الحاجز النفسي، والحاجز النفسي له علاقه بطريقه التفكير اللي قلناها في البدايه. وهذا بياخذنا كمان لانه التوتر بعض المرات بيكون، يعني احنا تكلمنا على التوتر اللي بنعيشه من خلال يعني situations احنا بنعيشها في حياتنا. صح. اوكي، لكن في التوتر اللي هو مربوط بعدم الكفاءه او قله السكيلز او الكومبيتنسيز انه احنا نسوي شيء معين، مثلا كشخص مثلا مش قادر انه يسوي برزنتيشن قدام الناس او مش قادر يحكي مع مديره، فهو عنده نقص في مهارات معينه هي اللي بتسبب له هذا التوتر. لكن هو بعض المرات اللي بيصير انه الشخص بيفهمها انه لا انا بتوتر لانه مثلا عندي مشكله خجل، او فبيربطها بشيء ثاني بعيد تماما عن المشكله الحقيقيه اللي عنده. لما بيجي بيبحث
يعني بيلاقي انه مثلا هو ما عندوش مهارات في نعم الخطاب مثلا، انه نعم يخاطب الناس، او مهارات مثلا في البرزنتيشن سكيلز. فهنا لازم نعرف امتى التوتر هو مربوط بحالة معينة او مربوط بنقص في نعم كفاءات. جميل جميل أستاذة فاطمة. هنا نحتاج إلى جلسات كوتشنج. جلسات الكوتشنج تحدد للشخص هل هو عنده مشكلة من الصغر. يمكن أحيانا في ناس عنده مشكلة من الصغر سببت لهم نوع من الخوف والقلق والتوتر الدائم في حياتهم من أي هدف في حياته، حتى لو كان هدف بسيط، حتى لو هدف إنه يتعلم سيارة مثلا، قيادة السيارة، خايف. وأنت تلاحظ إن الآن في ناس كبار ما يسوقوا سيارة بسبب إيش؟ إنه عنده خوف من خلال خوف. ليش؟ احيانا يكون حادث سياره وهو صغير، احيانا يكون في اشياء مختلفه يعني. احنا في جلسات الكوتشنج لما نجلس مع المستفيد ونقول له الاسئله ونساله مجموعه اسئله نعرف الشخص هل عنده مشكله نقص مهارات ولا عنده يعني بيئه سلبيه او تجربه سابقه اثرت في نفسيته وخلته يشعر بالتوتر الدائم في كل شيء في حياته. وعلى فكره من اكثر معيقات تحقيق النجاح في الحياه هو الخوف والقلق. ومن ضمنها الخوف من الفشل والتوتر انك انت تخاف انك في الايام تفشل، خاصه اذا مريت في دوره فشل. فحنحددها من خلال مش بس فقط يعني بشكل عام، لا لازم تجلس مع المستفيد كل واحد على حده وتفهم الشخص بالضبط ايش محتاج. هل هو محتاج مهاره؟ اذا بنقول ان انت تبين لنا انك انت محتاج الى مهاره مثلا في التحدث، مهاره في التخطيط، مهاره انك انت عندك مشكله مثلا في التسويف، ونعطيه بعض مثلا متابعه. وشخص اخر لا، نكتشف انه عنده مشكله قديمه سببها اهله، يمكن سببها المجتمع، سببها تجربه صعبه في حياته مثلا اثرت عليه سلبا، فيحتاج الى جهد اكبر. المهارات جدا اسهل من موضوع القناعات، مهارات تطويرها اسهل، لكن القناعات لما يكون شخص عنده تفكير سلبي يحتاج الى جهد اكبر انه نغير فيه من الاساس، من القدوه. جذر المشكله. نعم صح نعم نعم سؤال، هل نعم لأن إحنا اليوم اللايف سميناه حياة دون توتر، نعم هل نقدر نعيش حياة دون توتر؟ والله ما نقدر. أوكي. بس احنا ليش سمينا هالاسم؟ بالمناسبة أنا بخبركم قصة سريعة بعد نكسة لفاطمة. أنا قدمت دورة في أكيد. مصر، قدمت دورة في مصر في الإسكندرية نفس الاسم، اسمها حياة بلا توتر. وبالمناسبة هي عبارة عن كتاب للدكتور إبراهيم فقي. الدكتور إبراهيم فقي رحمة الله عليه عنده كتاب نفس الاسم. فأنا حبيت أختار هالموضوع، إنك تحاب عن موضوع كذا حلو، فرحت مصر ونسقنا الموضوع الحمد لله أمور طيبة، وكان هناك في ناس حاضرين من إعلام ومن صحافة وناس ما شاء الله من نخبة. ولكن حصل سبحان الله ذيك الرحلة كلها صارت توتر في توتر. ليش؟ لما وصلت مصر في الإسكندرية، طبعا أنا كنت المفروض أسكن في فندق. تفاجأت ان ابن عمي موجود، قال لي علي لا لا تسكن في الفندق، تسكن معي. تعرف في المجاملات قلت له خلاص ان شاء الله، رحت اسكن معاه. سبحان الله ربنا اراد انه ينقل لي، كان مريض في زكام وفي انفلونزا، ونقل لي المرض من عنده هو لعندي انا. زين؟ فصار عندي زكام، هذا كان اتذكر احنا محاضرتنا يوم الخميس كانت، انا واصل الاثنين تقريبا او الاحد مش فاكر، الاحد او الاثنين. هو الاحد، نعم الاحد، الاثنين هو راح رجع عمان. انا جلست في نفس الشقه، قال خلاص الشقه موجوده انت بتجلس فيها. قلت طيب ان شاء الله. فريق العمل اللي في مصر اتفقنا نروح القاهره، وانا مريض فيني حمى وفي تعرف الانفلونزا صعبه، فمجامله لهم رحت. واحنا رايحين كنت انا مريض طبعا بس اجاملهم. اليوم الثاني رجعنا سياره عطلت. وين عطلت؟ في الطريق الصحراوي في الاسكندريه. تخيل طريق صحراوي فاضي ما في شيء، وانا مريض فيني حمى يعني ما شاء الله. المهم تقريبا حدود 6 ساعات واحنا نحاول نجد له حل، ماشي حل. الحل الاول جلسنا ساعتين ما نفع، الحل الثاني ما نفع، الحل الثالث ركبناه في الونش، تعرف الونش؟ هذا اللي يشيل العربيات ما في السماء. اللي يشيل العربيات صح. احنا فشلونا فوق واحنا في السياره من طريق الصحراوي الى الاسكندريه، تقريبا ساعتين احنا فوق السياره مش حاملين فيها يعني. وصلت هناك في يوم الاربعاء والمحاضره يوم الخميس. وانا ما عندي لابتوب، لان اللابتوب بتاعي كان في عمان، وخبرت زميلي مدير اعمالي قلت له انا بستخدم لابتوبك، قال لي تمام بستخدم لابتوبك ما يحتاج انه استخدم لابتوبي. جينا نفتح لابتوب لقينا ما في بتاع التعبئه، هذا مش جايبه معاه في عمان.
كيف نشغله؟ قال ما أعرف والله. المهم يوم الخميس صراحة اتفقنا مع مديرة المكتب اللي هناك تجيب لابتوب بتاعها ونجلس نشتغل فيه بسرعة. لكن ايش اللي صار؟ التليفون بتاعي اختفى. التليفون بتاعي اللي انا استخدمه حد شاله. اوكي. لحد الساعة 3 احنا ما عارفين التليفون، بعدين رحت الفندق محاضرة الساعة تقريبا 4:30، ساعة ونص حضرت البرزنتيشن بتاعي وقدمت محاضرة، دورة، هي محاضرة مش دورة، اسمها حياة بلا توتر، وكانت كلها الرحلة توتر في توتر. فما زلت اتذكرها يعني، لكن والله كنا نضحك برغم يعني انا كنت راكب في العربيه فوق وتحت الونش واحنا ناس تشوفنا مستغربين تقول ليش راكبين كذا فوق يعني. كنا نضحك برغم ان احنا انا مريض والضغط اللي موجود، بس كنا نضحك. مطلوب الانسان في عز الازمات ياخذ موضوع ببساطه، ما يكبر الموضوع، يحاول يصغر الموضوع عشان يصغر. دائما يقول كذا صغرت المشكله تصغر، واذا كبرت المشكله تكبر. فأنا كنت أصغرها، صغرتها الحمد لله. الغريب أن الناس اللي حضروا معنا ولا استشعروا أبداً أن أنا محضر البرزنتيشن بتاعي الدورة بتاعتي كلها في خلال ساعة أو شوية، ما حد يعرف، سبحان الله. لكن هو ترى في النهاية مهارات واحد يكسبها وقناعات أن كل شيء يمشي، ما تخاف، أنت سوي اللي عليك والباقي على من؟ على الله سبحانه وتعالى. هذا والباقي على الله سبحانه وتعالى. أكيد 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 أكيد. بس يعني احنا في الاخير بنقول انه يعني الحياه اكيد فيها توتر. في التوتر اللي هو مطلوب يكون معانا دائما، اللي هو بيخلينا ننجز ونطلع شيء احسن ونطلع يعني الفيرجن الاحسن الافضل منا. وفي التوتر اللي هو بيرجعنا لورا، واللي يعني يخلينا يعني من واقفين في مكاننا ومش عارفين ننجز، فهذا لازم نتخلص منه. خلي لك كلمة أخيرة أستاذ علي. طيب كوتش فاطمة جزاك الله خير. أنا أنصح إخواني وأخواتي وأنصح نفسي أنه دائما مثل ما قلنا ما نأخذ مواضيع بشكل كبير، نحاول دائما يسر أمورنا. قلت يسروا ولا تعسروا، صح؟ يسروا ولا تعسروا، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. والتوتر مرتبط بالعسر، الإنسان لما يتعسر في شيء في حياته يبدأ يعني يتخيل أشياء. ما مطلوب منا كذا، مطلوب منا إن إحنا أول شيء الوقاية خير من العلاج. رقم واحد رياضة، تستمتع بحياتك، تهتم بنفسك، تهتم بأكلك، تهتم بالرياضة، توازن في حياتك بين العمل أو الدراسة وبين أهلك وبين نفسيتك. أي مشكلة تواجهها في حياتك دائما اجلس مع نفسك، لا تأجلها، لا تسوفها. كل ما سوفتها راح يزيد عندك توتر، كل ما كان في تأجيل راح يكون عندك مشكلة. دائما حل مشكلتك في وقتها، ما تعرف تحلها دور حد يساعدك يحل معاك المشكلة، لأن مرتبط حل المشكلات واتخاذ قرارات مع التوتر. كل ما كان توتر كبير تقل مشكلة أو تقل طريقة حل المشكلات، تزيد يعني حل المشكلة تكون صعبة. فأنت لما تكون عندك مشكلة تعودت بسرعة أقول لكم إياها، لما يكون عندي توتر والله أفتح يوتيوب. كم مرة تصير لي توتر عندي مشكلة مثلا في العمل أو في موضوع معين وسبب لي أرق، على طول أصل نفسي إيش أسوي؟ أدخل على اليوتيوب وأشوف لي مسرحية، أي شيء خليني أضحك، أي شيء خليني أضحك. سبحان الله بعد فترة كذا ساعة أو ساعة شوية ألقى الحل اللي أنا ما حصلته قبل مسبب لي توتر جايني وحده الحل. هذا لأنه الواحد بيغير المود. حتى أنا دائما بنصح فيها إنه لما يكون الواحد في وضع يعني متوتر خلي اقرأ نكتة، يعني دور على شيء يغير لك المود. أي شيء تشوف نكت، تشوف شيء يفرحك، تتصل بصديق دمه خفيف، لا تتصل بشخص دمه ثقيل يقول لك إيش يزيدك نكد يعني، لا اختار لك شخص خليك تضحك. دور أي شيء يضحكك ورجع بعدين تحصل نفسك المشكلة اللي شايفينها كبيرة ما تنحل، سبحان ربنا أعطاك حلول لها، صرت أنت عندك الحل أو مجموعة حلول أو أقل شيء أقل شيء تقدر تفكر فيها بطريقة بسيطة بدون تعقيد. صحيح صحيح. فكما قالت أستاذة فاطمة التوتر شيء طبيعي في حياتنا، هذا شيء إحنا مؤمنين فيه، لكن أهم شيء إنه ما يسيطر علينا، إحنا نسيطر على هذا التوتر. هو شعور مثل الخوف مثل الفرح، أهم شيء يظل شعور فقط مؤقت ومن ثم يغادر في حال سبيله، ويكون إحنا مسيطرين على كل شيء في حياتنا من خلال التخطيط الجيد، من خلال القناعات، من خلال التفكير الإيجابي، من خلال إنك نفس الشيء تنظم حياتك. جميل هذا. جميل. نعم. شوف سريعا إذا موجودين أي أسئلة. نعم. أنا أفضل أستاذة فاطمة الاستفهام. الحمد لله.
إذا الاستفهام أفضل لأنها تنظم. أوكي. فينك إذا موجود علامة؟ أي سؤال اكتبوه هنا في هذه العلامة اللي موجود فيها استفهام. أوكي، أنا عندي يعني قليل من الإدراك السليم وقليل من التسامح وقليل من المرح، وسوف تندهش عندما ترى كيف استطعت أن تريح نفسك على سطح هذا الكوكب. هذا آخر تعليق باين عندي. يا سلام، كلام جميل من عبد الجليل. يعني أنا بعتقد إنه التوازن، التوازن في الحاجات اللي إحنا حكينا نعم عليها كلها هو اللي بيخلينا نعم إنه نعرف يعني نعم نتعامل مع التوتر. السلام عليكم. أنا أنصح كل الأخوة والأخوات الحاضرين معنا يدخلوا على جوجل ويكتبوا عجلة الحياة. عجلة الحياة هذه لو أنت استخدمتها ووازنت في حياتك راح يقل عندك التوتر بشكل كبير، لأن عجلة الحياة تساعدك في إدارة حياتك واتباع خطة من خلالها ما يكون في توتر في جانب. يعني يمكن واحد يحصل مثلا في العمل في توتر بس في البيت لا، وهكذا. يعني عجلة الحياة هو تمرين عادي كمل بسيط معك. نعم جدا بسيط جدا. نعم دائما، وبنقسمها على الأكسس المهمين في حياتنا، نعم وبعدين بنحط من 0 لـ10 مدى أنا يعني نعم ساتيسفاكشن بتاعي من هذا جميل الشيء في حياتي، وبرسم وبربط بين النقط، ومن خلالها بشوف الخلل. يعني إذا العجلة مش مستديرة عندي، أكيد ما بتطلع مستديرة عند أي واحد، بيكون خلل فيها. فإحنا هذا اللي موجود فيه خلل بنحاول نشتغل عليه ونطوره على أساس إنه نخليها شكلها مستدير نعم عشان تدور. جميل. سؤالي هو: كثرة المعلومات أقلقتنا، ماذا نفعل؟ تفادي المعلومات السلبية، هذا اللي كنا بنحكي فيه، قلنا يعني ما تكتروا عليكم، ما تشوفوا كتير فيديوهات، ما تشوفوا كتير. إذا كنا بنحكي على هذا الوضع اللي إحنا فيه حاليا، وضع الكورونا، يعني ما تشوفوا كتير حاجات سلبية، خذوا بس الإيجابي وخلوا عنكم السلبي، وإن شاء الله تعالى راح نعم تكون الأمور تمام. انا بعد أستاذ علي شو؟ نعم احب اضيف الاخت هذه اللي سالت السؤال بخصوص موضوع كثره المعلومات. الان في العالم بشكل عام في مصطلح اسمه بيج داتا. البيج داتا يعني في عندنا معلومات هائله في الحياه، حتى احنا كبشر مش بس في انظمه الحاسب الالي. الان انظمه الحاسب الالي سموها بيج داتا. في حياتنا احنا بتحصل الشخص سيتلقى معلومات من كل السوشيال ميديا. يعني تحصل واحد مشترك في 6 منصات، وهنا معلومه هنا معلومه هنا معلومه، سبب له توتر. حصل الشخص مش قادر يركز على تخصصه. تخصصه ما عنده تخصص اصلا، لانه كل معلومات تجي تاخذ المجال، فهو يسبب له توتر، يسبب له قلق، يخليه ما عارف ايش بالضبط هو. فنصحها الاخت اللي سالت سؤال، اذا كان سؤال صح هذا، انها تختار نفسها اللي تحب تقراه. تغادر اي مجموعه هي ما محتاجه تكون فيها في الواتساب. تطلع من اي حساب في الانستغرام او في اي، ما يفيدها في تخصصها. اي شيء زائد حتروح في معلومات اضافيه لك تفيدك، لكن هو بالنسبه لك مش مهم، شيله. خلي بس لنفسك الاشياء اللي تحتاجها في حياتك، تخصصك، في حياتك، في تفكيرك، اهتم فيه. لكن الاشياء اللي تسبب لك قلق وتوتر ومعلومات كثيره تخليك فعلا مشوش، ما تعرف ايش صح. بالضبط عندك من معلومات. هذا باختصار. صح، حتى يعني حتى في أبسط شيء، مثلا إذا الواحد راح يدور على معلومة بسيطة نعم يروح يكتبها على جوجل ويدور عليها، جميل. يعني هي يعني على هذه المعلومة، ما يخلي حاله ضايع نعم وسط الكم الكبير من نعم المعلومات، يروح ويدور على الشيء اللي هو حاب يدور عليه، يعني straight to the point، ما كلامك يخلي حاله ضايع متاعي. صحيح سيدة فاطمة. الآن إيش اللي يصير؟ واحد قرأ كتاب بيجي يضغط عليك لازم تقرأ نفس الكتاب. مش لازم. أنصحكم يا إخواني، لا تخلي حد يفرض عليك إيش تقرأ. أنت اختار بنفسك إيش تقرأ. أنت إيش المعلومات محتاجينها في حياتك؟ لأن إذا حد فرض عليك هنا كتب وهنا كتب وهنا معلومات هنا معلومات وأنت ما تريد هذه المعلومات، راح يسبب لك توتر وقلق وما راح تستوعب شيء أصلاً، بتشتت أصلاً. أكيد أكيد. نعم. هل هناك علاقة بين التوتر والإبداع؟
حكينا في الموضوع. قلنا اذا كان توتر طبيعي فيقودك انك انت تبدا تستعد وتفكر بشكل ايجابي، اذا عندك توتر بالمقابله في العمل راح تستعد لها بشكل افضل، عندك توتر بالمشروع راح تبدع فيه اكثر وهكذا، فالتوتر المعقول مطلوب طبيعي. صح. اوكي، بعتقد انه لازم نخلص عشان يضلنا اللايف نعم موجود على الصفحة. نعم شكرا جزيلا أستاذ علي، شكرا شكرا جزيلا لوقتكم والمعلومات، وإن شاء الله تعالى أكيد رح نرجع إن شاء الله يعني نسوي لايفات إن شاء الله في يعني إن شاء الله قريبا. بإذن الله. شكرا جزيلا وسلامي لكل العائلة، شكرا وإن شاء الله نشوفكم بخير وعلى خير نعم إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا، شكرا كوتش فاطمة، وشكرا لجميع الحضور، ونشوفكم إن شاء الله في لقاء آخر. مع إن السلامة. شاء الله تعالى. مع شكرا، السلامة. السلام مع عليكم. السلامة. عليكم شكرا السلام. لكم جميعا، إن شاء الله مع لايف آخر. شكرا، السلام عليكم، مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله.